طبعا احنا يمكن من اليوم يعني تعرف بعد الإجازة من اليوم كان عمال خدمات موجودين في المدارس لعملية التنظيف الأولي يعني كما نسميه. أيضا احنا حتى اللي كان مسافر احنا راح يمر مراحل، المرحلة الأولى هي قضية مزوره في المطار وشيء طبيعي راح يكون هناك كشف. أيضا في كان اجتماع أمس يعني ممثل وزارة التربية مع اللجنة الخاصة بترأسها زميلنا وزير الصحة، وكان هناك طلبات خاصة وزارة التربية توفير المواد المطهرة وأيضا الكمامات وقضايا أو قياس الحرارة أيضا وتفعيل العيادات المدرسية اللي موجودة أصلا، هي موجودة العيادات المدرسية موجودة راح نفعلها بشكل أكبر، وحرصنا أن تكون يعني تشمل الجميع يعني سواء معلمين أو إداريين أو المتعلمين، فإحنا ماخذين احتياطاتنا في هذا الجانب وفعلناها من اليوم يعني حتى نستفيد من هالأسبوعين القادمين أن نعالج إذا كان قصور أو نقص في هذه العيادة أو الأخرى. فكان في اتفاق يعني ونكرر الشكر دائما يعني لوزارة الصحة اللي موجودة في كل مكان ومكان أكدوا لنا أن راح يكونوا متعاونين في هذا الجانب. هل ستلجؤون إلى تعقيم المدارس دكتور؟ يعني شيء طبيعي طبعا كتعقيم لا طبعا يعني شركات تنظيف موجوده ولكن شركات تنظيف قد تكون غير مؤهله لعمل التعقيم. لا وهذه وارده جدا الصفوف لا. تعقيم يعني بالنسبه حق الاداره المدرسيه هو راح يكون في التنظيف والتعقيم لان التعقيم يكون بعد استعمال. الان هي المدارس صار لها يمكن اسبوع او اكثر او تكون 3 أسابيع ما في احد اصلا وكانت مغلقه قبل الازمه، فقضيه التعقيم راح تكون لاحقه يعني وان شاء الله يعني احنا ان شاء الله يعني متفقين مع وزاره الصحه. يعني شنو التعقيم راح تكون خطوة لاحقة؟ لا أتكلم الفترة اللي طافت ما كانت يعني إحنا عطلنا قبل الأزمة أصلاً. صحيح. إحنا صار أسبوع معطلين. إحنا قاعد نتكلم على بعد إن شاء الله. لا طبعاً أكيد. إحنا بدأنا اليوم التنظيف في كل المدارس يعني وكانت متابعة من إدارة الخدمات في جميع المناطق التعليمية. وحرصنا أيضا حتى على الأماكن الصحية في الدرجة اللي قد تكون مصدر للأمراض. صحيح. أو مصدر للأوبئة. إذا راح يكون عندنا تعقيم بتوفير المواد واتفقنا مع وزارة الصحة بتوفير لنا وفرونا هذا الجانب.